خلال استقبال سفيرة أستراليا في المغرب من طرف رئيس مجلس النواب، تم التأكيد على أن المغرب يعتبر شريكا متميزا لأستراليا، وهو بمثابة بوابة على إفريقيا، كما تعتبر أستراليا بوابة لمنطقة المحيط الهادئ. والعلاقات المغربية أستراليا عرفت انطلاقة جديدة في الفترة الأخيرة، حيث افتتحت سفارة أستراليا بالرباط في السنة الماضية مع تكثيف الزيارات المتبادلة بين المسؤولين من البلدين. يسرنا اليوم أن نلتقي مع رئيس مجلس النواب السيد المالكي، والذي من المنتظر أن يزور أستراليا لتقوية العلاقات بين البلدين وأيضا تعزيز العلاقة بين البرلمانين. خلال هذا اللقاء تم إبراز أن أستراليا تعتبر نموذجا للاستقرار والتنمية ومكانتها ودورها الهام على الصعيد الإقليمي والدولي، وتم التشديد أيضا على حرص المملكة المغربية على الارتقاء بالعلاقات بين البلدين بما يخدم مصالحهم المشتركة، وعلى الخصوص الآفاق الواعدة للتعاون المغربي الأسترالي في المجال الاقتصادي والفلاحي.